السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا، هنا في السوق ولاد مراح بسيدي حجاج. كي تشوفوا هذه الخيرات هنايا في السوق ولاد مراح بسيدي حجاج، اللي ما عرفش سيدي حجاج فين جا في المملكة المغربية. هاد الخيرات تاع الخضرة، بطاطا، خيزو، هاد الخيرات زيت شويه الثمن على حساب كيفاش كان الثمن، صباح مزيود في كل بلاصه وكل مدينه مزيود الثمن. الثمن كيما تسمون احباب تونا، من بطاطا الحلوقه ولا من بطاطا اخرى، هذه وتا الحلوقه ب70 خلط كله وثمن ديالك، واعطينا كل حاجه والثمن تاعها. 4 دراهم. 4 اللي بغاها وحده. 5 دراهم. هذه 5 دراهم السلاوي. 7 دراهم. وكورجيت. وهذيك فلفله والدجاج. 3 دراهم. هذا هو الثمن اللي قال لنا السيد هنا. ولاد مراح نوريوها للجالية المغربية والناس اللي في المدن الكبرى بالمملكة المغربية وكل مشاهد قناة زيتون المرجان. امراق، راجل، دري، درية، احباب، كبير، صغير، اهلا وسهلا بكم جميعا. الله يسهل لك المعلم. شحال الخير؟ غليت، لا غليت. بار فرك باش كاينه، بار فرك باش كاينه في مراكش، بار فرك كاينه عمي وسيدي ياك. كما تشوفوا معنا الحباب تاعنا، نحيو سي احمد من تطوان اللي عطانا السكن في مارتين. تحياتي ليه وتحياتي للعائله تاعته كامله، كبير وصغير. نحيو احبابنا لاول خطره شاف قناه زيتون المرجان، ما تنساش تشارك معنا في القناه وتخلي لنا شي كومنتير وشي جيم. تحياتي كل مشاهد قناه زيتون المرجان في المكان والاحباب تاعنا. شحال هاد الباربا وهاد الكرب؟ 4 دراهم. وهاد البطاطا الحلوقه وهاد خيار تبقى 100، وهاد التفرجل لا شحال تتبيع؟ ماشي تتقول شحال تتبيع؟ 100 ريال ياك؟ 100. اللوبيا عطيتينا الثمن تاعها، بقى لكم الحامض والقرعه. الحامض 320. شعلتوه؟ غالي. طلع. ديال الغرب غلا. ياك 320. وهاد حارة. حارة مزيانة. قاطعة. ديال واد المالح. واد المالح. وهاد القرعة في اللوبيا. بجوجات؟ لا، اخرى تمارة اخرى تيفلو. حدا بعضياتهم. جيران. شحال باتيات هاي؟ وحدة 100 وحدة 120. الله يسر لك. هذا الرازل صديق تاعنا هنا في ولاد مراح بسيدي حجاج، وديما نصوروا عنده في تال ثلاثة ولاد، اثنين بن احمد تيكون في الاحباب تاعنا معروفين هنايا. الله يسهل عليهم يا ربي، جيب لي الرزق. هادو مشاهدي القناة زيتون المرجان، هادو احباب تاعنا من المحمدية ياك؟ تحياتي لكم. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يودي. الله يسر لكم. هادو مشاهدي تتجبكم قناة زيتون المرجان. داك الشيء قناة معتبرة تبارك الله وما شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم. الله يطول عمركم. الله يكثر خيرك. الله يبارك. الله يبارك فيكم. وليداتك والسوق وجميع الناس. الله يرحم والديك. الله يسر لكم. الله يسر. الله ياك بخير. ناشط بعدا. والله من الحامدين الشاكرين. الله يرفع لنا الوفاء. امين يا ربي. دعوه زوينه هذه. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. تحياتي لك وتحياتي كل مشاهد قناه زيتون المرجان. الله ينصر سيدنا. امين يا ربي. امين يا ربي. هذه تجد دعوه زوينه. قول لي يا صديقي. نعم. شحال هذه البطاطا؟
الالوان بجوج. دابا هادي اخويا البلديه. شحال دايره؟ هادي البلديه هادي الروميه. شحال الروميه وشحال البلديه؟ الحلوقه؟ 70 ريال. شحال؟ 70 ريال. واللي بغى شي حاجه وحدها؟ ماشي مشكل كنعبروا ليه. تعتبر ليه ثمن واحد؟ ثمن واحد. كيما تسمعوا هذا الرجل ثمن واحد عنده. كير واحد كنتعاون مع ولاد براها. ياك؟ داير حساب دراوش انا وغير حساب. الله يسر لك، الله يسر لك. 70 باش كاين عند هذا الراجل، وهذا ما عرفتش شحال غادي يقول. تا هو صديق تاعنا، تا هو احبابته هنا كلهم. هاد الناس تنعرفهم ناس مخيرين وناس ملاح، كي تشوفوا معنا تيهضروا معنا باللطف وبالناس مخيرين اللي عجبن تنمشيو باش يعطيونا اثمنه معقوله اللي كاينه في السوق. انت كي دايرت؟ بخير ناشط الله يحفظك. شحال هاد الخيرات باش بعتي؟ 70 ريال. من القاف حتى القاف. واللي تتبدل اللي بغى شي حاجه انا. اللي بغى شي حاجه ضروري. شحال اللي بغى السلاوي 6 دراهم على السلاوي غالي شويه. اييه. 5 دراهم. الله يخلط معاك يجر معاك صايله وما يعطيش كلشي كتصبر. كما قلت لكم اصدقائنا واحبابتنا. هاد الراجل كل حاجه وثمن تاعها الا بغيتي حاجه ولا جوج. دابا حاولي 99 غرام وما طاريش 100 درهم. شكون هو؟ هذا. علاش؟ وما طاريش 100 درهم ديالي كنسالو. واخا راجل مخير وتيبان. راجل مخير ولكن الفلوس زايده. اها راه الفلوس شي ساعة العالم. تنحيوا احبابنا في المكان. وهذا الراجل كما قال لنا الثمن اللي بغى شي حاجه مزيوده في الثمن بحال هاد البطاطا الحلوه بغاها وحدها. بغاها بوحدها خصو لي 4 دراهم. 4 دراهم الثمن مناسب ثمن زوين كي تشوفوا معنا. هاد الكورشيط وهاد 5 دراهم كورش هي واللفت والخيار والسلو والفلفله بقات في 70. بقات في 70. واللي بغى كلشي 70. الحوايج ديالو 120 تا هو 70. كما تشوفوا معنا ولاد مراح الخيرات موجوده الاحباب تونا كي تشوفوا معنا هنايا. الله يحفظك الله يبارك فيك. هاد الناس ذكرني بلا تلاقى معايا في قيسر وجيتي دير هنايا. تقدم سيدي حجاج. تجيو لهنا ديما. هنايا تجيو عند هذا. ظريف. ظريف هو. الثمن اللي كاين في السوق تيديرو. ما تيزيدش. الله يسر لكم. كما تشوفوا هذا الراجل راه معروف في السوق وراجل ظريف كي تشوفوا معنا الاحباب تونا في المكان. داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا. اهلا وسهلا بكم جميعا. كي تشوفوا معنا الخضره عندهم مليحه وعندهم كثره وتياخذوا عندهم الناس. صاحبي يا سيدي ماشي مشكل. وصاحبي البصله بشحال بعتوها؟ البصله 50 ريال. 50؟ البصله 2.5 دراهم. هذا الراجل تبقى درواش في سيدي حجاج في ولاد مراح. شحال بعتي الخضره اليوم؟ 10 كيلو هذوك؟ الدرواش درواش تاجر. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا لك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. 15 16 16 ااا بطاطا حلوه 3 16 22 كيفاش قلتي لي ما حطيتيش جوج سواق ولا ثلاثه؟ ثلاث سواق اللي ما حطيناش. كان الميدان ياك ساكت القديم. السلعه غاليه وساكته. لا مع العيد وهذا والحم الناس تاكل. مع الرجال الحم كاع ما كتدي الخضره من عندنا. لا شو مع الرجال خضره. وعندك ثلاثه المارك وبطاطا. هذا الراجل عنده ثلاثه المارك هو قال لي ست عنده ثلاثه المارك. بطاطا من احبابته هنا اللي تنصوروهم وتعطيونا ثمن معقول. تعطينا ثمن معقول باش عبرتي الهوته. الثمن عبرنا الهوته ب 60 ريال خضره مخلطه. عبرتيها لي ب 60 ريال.
تا بطاطا الحلوقة قدامنا. بطاطا الحمراء السلاوي تا كلشي. كما تشوفوا معنا هذا الصديق تاعنا في سيدي حجاج ولاد مراح. خضرة زوينة سيدي وثمن زوين. ياك المواطن راه الحمد لله الخيرات موجوده في المملكه المغربيه. الله ينصر سيدنا. امين يا ربي. هذه دعوه زوينه.